مشاهدينا الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فارح الكبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. بداية، وزارة العمل تقول إن أكثر من 100,000 عامل أجنبي دخلوا البلاد عامي 2017 و2018، ما أثر دخول كل هذه الأعداد على سوق العمل العراقي؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني ما ذكرتموهم في تقريركم، وخاصة بما يخص دخول هذا العدد الكبير من العاملين الأجانب وخاصة في المجال النفطي، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي بهذا الخصوص حوالي أنه نسبة البطالة 40%، نقول أنه أكيد هذا كان متوقع، لأن نصوص الاتفاقيات كانت منذ البداية غير صحيحة. نصوص الاتفاقيات التي عقدت مع الشركات الأجنبية التي جاءت لكي تستخرج النفط في العراق كانت غير صحيحة منذ البداية، وبالتالي نحن نعلم جدا بشكل واضح أن كل هذه الاتفاقيات التي تعقد مع هذه الشركات لا يمكن تصحيح بنودها فيما بعد، ونحن الآن في فترة فيما بعد، أي فيما بعد توقيع هذه الاتفاقيات بعد جولات التراخيص الأولى والثانية. هذا كانت نتائجها، نتائجها أننا قمنا بتوقيع اتفاقيات ولم ننتبه، وأشرنا في وقتها أن عدد العاملين من الشباب العراقيين أو من العموم العاملين في العراق يجب أن يكون هنالك نسبة لهم في هذا المجال في سوق العمل، وخاصة في هذه الشركات اللي هي قادمة من الخارج، ولكن لم أحد ينتبه إلى هذا، أو أنه تم صياغة هذه القوانين بدون مراجعة. مهما تكن الأمور، هنالك أيضا تقرير من البنك الدولي ودراسة مقدمة بهذا الخصوص تشير إلى أنه في 2017 كان لدينا 2.5 مليون عاطل. هؤلاء 2.5 مليون عاطل في العراق يحتاج لهم سوق عمل، ولكن السؤال هنا ما هو سوق العمل الذي نحن بحاجة إليه؟ هل هو سوق يتميز بكثافة العمل؟ أي أن هذا السوق يحتاج فقط إلى أيدي عاملة؟ دكتورة هداب، عذراً للمقاطعة، هناك تبريرات سلطوية من الحكومة في بغداد من بعض المسؤولين بالقول إن العامل العراقي أخمل من العامل الأجنبي، يعني كسول إذا صح التعبير، مقارنة بالعمال الأجانب. وإن جينا نتحدث من وجهة نظر إنسانية بعيداً عن الأمور الاقتصادية والتحليلات والبطالة وغيرها، ما الضير من تشغيل المواطن العراقي مقابل المواطن الأجنبي؟ نعم، يعني هي أكو مجموعة نقاط يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. أولا، هذا اللي قصدته أنا قبل قليل، المهارات الموجودة. نحن خرجنا من خلينا نقول من 2003، وبعد ذلك ما حدث من بعد 2014 من الأعمال الإرهابية وداعش إلى آخره. نحن الآن بلد هش في كل مفاصله السياسية والاقتصادية، وبالتالي حتى نستطيع أن نجتاز هذه المرحلة يجب أن تكون لدينا استراتيجية خاصة في كيفية توظيف العمال بشكل عام، وما هي نوعية العمالة التي احنا بحاجة لها. الكل تشير، كل التقارير في هذا الخصوص وبهذا المجال، الا ان المهارات اللي موجودة لدى الفرد العراقي بالتأكيد قد تناقصت وانخفضت، بالاخص من 2003 الى يومنا هذا. وبالتالي فنحن لدينا شباب يصل نسبتهم الى 33%، يتراوح هؤلاء أعدادهم بين 15 سنة إلى 29 سنة. هؤلاء أميون، ويقول التقرير بإضافة إلى هذا، وهذا التقرير من البنك الدولي بشأن العمال والعمالة في العراق وكيفية خلق فرص عمل، يقول هذا التقرير أن نصف هؤلاء هم أكملوا الابتدائية وتركوا الدراسة، و 28% منهم أكملوا التعليم المتوسط، وبالتالي هم ذو قدرات محدودة. وأنت لما عندك قدرات محدودة هنا ستجابه مشكلة في هذا الخصوص، لأنه أنت مدى تتكلم، ولكن هناك آليات للتأهيل دكتورة، يعني في معظم البلدان. صحيح، أنا أتفق معك. طيب، مواطنون أكدوا أن من لديه ولاء للأحزاب أو لديه القدرة المادية على أن يدفع مبلغ معين يقدر ب$5,000 الآن حسب الشارع، هو من يمكنه الحصول على تعيين. يعني هذا السلوك كيف يمكن أن يؤثر على المواطن البسيط الذي ليست لديه لا قدرة ولا صلة بالأحزاب؟
هذا جزء من منظومة الفساد التي نحن بها، وأيضا جزء من شيء هنالك غريب يحدث في العراق، أحكام قانونية تشرع ولكنها لا تطبق. ومن قال إن المنظومة القانونية جيدة وتسير بشكل جيد، نحن نشك بذلك، والسبب في ذلك قد يبدو واضحا من خلال كما سأذكره الآن. القانون، هناك قانون رقم 35 لسنة 2007 منشور بالوقائع العراقية تحت رقم 4047 لعام 47. نعم. ورجع العراق، رجعوا بالعراق يعني، عادوا هذا نص الاتفاقية تحت بند أو رقم 4093 لعام 2008. تقول هذه الاتفاق، يقول هذا القانون اللي هو مشرع مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وللقضاء على الفاسدين وكل نوع من أنواع المال الذي تم استيلاء عليه بغير حق أو تم استيلاء على العقار بأي شكل من الأشكال. هذا القانون يحكم جميع من سولت نفسه بالتلاعب بالمال العراقي، وحتى ولو كان حامل إلى جنسية مزدوجة. القانون واضح جدا ولا يوجد لبس فيه، ولكن لا يوجد هنالك من يطبق هذا القانون. هذا القانون من 2007 و 2008 تم إعادته في الوقائع العراقية، وهو واضح جدا في بنوده. كان الأجدر بالحكومة العراقية وبسلسلة الوزارات التي تسنمت الوظائف في من 2007 إلى حد يومنا هذا أن تأخذ بهذا القانون، خاصة إن هذا القانون تم التعاون به مع الأمم المتحدة، وبالتالي يتميز بالشرعية الدولية وأيضا الشرعية القانونية الداخلية، ولكن لم يجد تطبيق له في داخل العراق. الدكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لك.